ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الاربعاء 13 يوليو تموز 2022. ممكن يكون اليوم ده مضطرب شوية من ناحية كتير من الحاجات اللي بتبقى مش بتمشي زي ما انت حابب انها تمشي. من ناحية تانية هتلاقي نفسك النهاردة في مواقف كتيرة تعتبر صعبة جدا، خاصة بسبب الاشخاص اللي حواليك. ما تبالغش في ردة فعلك، حاول انك تستعيد هدوءك مرة تانية، حاول انك تفرض ده على كل الاشخاص اللي حواليك علشان تعرف تخرج سالم من كل المواقف اللي بتعتبر غير سارة اللي بتبقى بتواجهك في اليوم ده. بالنسبة لحركة الكواكب، بيحدث اكتمال القمر النهاردة في برج الجدي علشان يركزنا باننا ممكن نتجاهل كل التزاماتنا تجاه العالم الخارجي. ممكن نهتم بمسؤولياتنا اكتر ونحضر لاعمالنا بشكل واضح اكتر ونتصرف بنضج ونتحمل المسؤولية. القمر الجامل في الجدي بيتصل بعطارد وأورانوس، ده بيوحي أفكار جديدة هتبقى مرتبطة بإدراك لظواهر ممكن تحصل لينا في الوقت ده. الوقت ده هيبقى فيه نقاط تحول وإدراك قوية جدا جدا. بيشجعنا الزئبق النهاردة لأورانوس نهج جديد وبديل وأفكار جديدة، تفكير عميق أكتر، في حدس قوي، في رؤية سريعة تعتبر مثيرة جدا للاهتمام. هتجيلك أفكار ونظريات تعتبر أصلية إبداعية بشكل طبيعي، ممكن نستفاد منها من كل الحوارات دي علشان نحل من خلالها المشكلات بطريقة جديدة ومبتكرة. ممكن يكون عندنا تنوع روتين معتاد مفيد ممكن نستغله بشكل خاص. عندنا أفكار علشان نقوم بكل ده. مع تقدم اليوم ده بيلعب ميدان فينوس ونبتون بالضبط بشكل مبكر في اليوم ده، ممكن ده يلاقي حاجب كبير على احتياجاتنا ورغباتنا وتصوراتنا في اليوم ده. ممكن نبقى بنحلم دايما بمثلنا العليا اللي ممكن تبقى بتتعارض مع واقعنا. ممكن اننا نفتقر لشوية من التميز، خاصة في اللي بيتعلق بالاشخاص اللي بنهتم بيهم وعلاقاتنا معاهم. ممكن نبذل جهد اضافي علشان نفصل الحقيقة عن الخيال، علشان نتجنب اننا نوضع نفسنا في حالة فيها خيبة امل. على سبيل المثال، حتى لو كنا بنحب نشتري او حاجة ممكن نبقى محتاجينها في النهاية هتبقى ليها فايدة او لا، لازم نقرر بشكل سليم. ممكن تتلاشى كل الخطوط اللي عندنا علشان نسعى وراء المتعة. ممكن نقنع نفسنا باننا نصدق اللي احنا حابين نفكر فيه. من المحتمل اننا نبقى قريبين جدا من المواقف دي. ممكن نفحص الاشياء اللي ممكن تبقى بتختبرنا لاقصى حد، فيها فرصة علشان نجدد المكان اللي احنا كنا بنهمله بشكل واضح الفترة اللي فاتت.